مباراة هذا المساء بملعب 20 أوت ببشار اكتست أهمية بالغة للحمراوة الطامحين للابتعاد عن دائرة المهددين بالسقوط إلى الدرجة الثانية. هدف البقاء كان الدافع إلى المبادرة، ومن تم التسجيل مبكرا عبر المدافع باكايوكو بنيران صديقة إثر عرضية عواج عند الدقيقة الخامسة. هدف رد عليه الساورة سريعا عبر عبد الجليل بتسديدة ردها فراجي. الجرأة الهجومية للحمراء وتواصلت، سباح كاد أن يضيف هدفا ثانيا برأسية وجدت القائمة الأفقية عند الدقيقة 11. وبينما انهمك الهجوم الثوري في محاولات التعديل، باغت داغولو لاوتي بتسديدة يسارية هزت الشباك للمرة الثانية عند الدقيقة 13. الدقيقة 33 تعلن عن هدف ثالث للمولودية من ركنية مباشرة نفذها آشيو باغتت حتى زميلنا المصور. محاولات الساورة للرد تكررت بتسديدة شيكو عند الدقيقة 40، ثم تسديدة عمري التي انتهت في القائم الأفقي. تلقينا ثلاث أهداف في الشوط الأول، أهداف يعني كما أقول لك اللاعبين تاعنا كانوا غايبين يعني تماما في الميدان، خاصة يعني في الدفاع. مع ذلك يعني نقول لك مولودية طهران تحت لهم يعني ثلاث فرص، سجلوا ثلاث فرص، يعني كانت الفعالية 100%. بداية المرحلة الثانية بدأت بتسديدة داغولو من جانب الحمراوة، انبر لها لاوتي بصعوبة. فرص العودة في النتيجة من الساورة لم تفلح إلى غاية الدقيقة 81 عندما سجل مطراني هدف تقليص الفارق. وازداد الضغط الساوري على مرمى فراجي، حمزاوي يضيع برأسية هدفا محققا عند الدقيقة 86. مطراني عاد مجددا ليسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز أحمر بأشبال عمر بالعطوي. كان لازم علينا اليوم نديروا نتيجة ضد فريق اللي نحترمه كثير، وكما نقول لك كسب الاحترام في هذه البطولة. دونك لهذا جينا هنا باش نعودوا على نتيجة التعادل على الأقل، لكن نظن باللي تسجيلنا ثلاث أهداف خلانا نزيدوا الأمن في الإمكانية تاعنا، والحمد لله نضل الفوز تاعنا هذا اليوم خلانا نضمن البقاء تاعنا 100% بعد هزيمة تاع لي بريتوندون تاعنا. الحمد لله نضل اللاعبين أداوا عليهم وقدموا مجهودات كبيرة رغم الحرارة تاع اليوم المرتفعة. إذن عمر بالعطوي